هذا راشد، شاب في 29 من عمره، متزوج ولديه 3 أبناء. فقد راشد عمله اليوم. لا يتمتع راشد بمعرفة رقمية كبيرة ويحتاج للتدريب للحصول على وظيفة جديدة، وبالتالي سيعتمد على الدعم الحكومي لتلبية احتياجاته. قصة راشد شائعة، إذ يتطلع أكثر من 80% من الشباب الخليجي إلى الحكومة لتلبية احتياجاتهم بما فيها التعليم والرعاية الصحية والإسكان وبرامج الدعم. ولكن زيادة معدل النمو السكاني وانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع المعايير التعليمية وتصاعد تكاليف الرعاية الصحية تساهم في عدم استدامة منظومة الدعم الحالية. ماذا لو استطعنا الرجوع بالزمن وتعديل المسار في الخط الزمني البديل، عوضاً عن تدخل الحكومة عندما يصبح راشد معتمداً عليها تستثمر الدولة في تنميته منذ الصغر؟ هنا تنشئ الحكومة مراكز للتعليم المبكر التي يحضرها راشد معززاً تطوره الذهني المبكر. إضافة إلى ذلك، ترعى الحكومة برامج لتشجيع التلاميذ على تعلم المهارات الحاسوبية لتطوير مهاراتهم الرقمية في مرحلة الصغر، وبالتالي يكون راشد قادراً على المنافسة في سوق العمل، وستتولد أمامه الفرص ليعول أسرته دون دعم. لتوجيه استثمارات كبيرة وتعزيز مستويات العيش الكريم لمواطنيها، يمكن للحكومات مشاركة المسؤولية مع القطاع الخاص ومع المواطنين أنفسهم. غالباً ما تحقق الاستثمارات المبكرة عائدات استثنائية طوال المراحل الحياتية للمواطنين. فعلى سبيل المثال، يسهم كل دولار مستثمر في التعليم المبكر في رفع الأجور لاحقاً ما بين 6 و17 دولار. إن اعتماد هذا النهج سيكون له مساهمة جوهرية في تنشئة مواطنين أكثر إنتاجية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الحكومة. للاطلاع على المزيد يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Strategy End. Strategy End، من الاستراتيجية إلى الواقع الملموس.